بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، التواصل جاري هنا في هذه الانطلاقات الجميلة، شوطنا العاشر، الشوط الأخير ضمن أشواط التسعيرة والمكرمة التي حقيقة تأتي كل عام هدية لأبناء القبائل من سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم حفظه الله ورعاه أبو راشد على هذا الاهتمام الجميل الراقي لهذه الرياضة. المركز الأول الدقل لسالم بن بخيت بن رشيد الاجتبي، النقل على المركز الثاني اللي في المركز الثاني هناك من الجانب الثاني شمردل عمر بن سعيد بن عبد الله بن غرير الاجتبي، وفي المركز الثالث حشيم سعيد بن سيف بن حسين. يا سلام رعي الشاهينية، نقلتنا على المركز الرابع اللي في المركز الرابع نيران ولا نارين عفوا خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، وفي المركز الخامس اللي في المركز الخامس هناك الفارس حمد بن سعيد بن حمد السعيدي النعيمي. ها هي كانت النتيجة وصفا وتفصيليا للمراكز، ذعناها عليكم كاملة والكمال لله سبحانه وتعالى. الله يا حشيم، بدأ يغادر حشيم ما شاء الله على المركز الأول. سعيد بن سيف بن حسين العليلي مسيطرا ما شاء الله على المقدمة، بينما هناك بن غرير أيضا حاضر مع شمرد العمر بن سعيد بن عبد الله بن غرير الاجتبي، وفي المركز الثالث اللي في المركز الثالث أيها الأخوة من يأتي في هذه اللحظات الدقل سالم خيد بن رشيد اجتبي المركز الرابع. أول ندى لمرسال سالم بن علي بن خلف بن علي القايدي، يلا يا راعي مرسال، يلا يا الجميع، وصل شعر بالدبيلة أيضا هناك من الجانب الثاني، ولا طلوع عفوا حميد من صغيره بن حميد الدرعي الذي حاضر في هذه اللحظات الجميلة. هكذا كانت النتيجة أيها الأخوة. الله يا حشيم، صامت حشيم على المركز الأول، صامت حشيم على مقدمة الشوط. سعيد بن سيف بن حسين العليلي تهانينا والناموس لك يا بن حسين، وبقية المراكز عند لجنة خط النهاية تهانينا والناموس. التوقيت الزمني 2:14:93 جزم الثاني، تهانينا لسعيد بن سيف بن حسين على فوز هنا حشيم بهذا الشوط الجميل المميز.